يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، مش الهدف، لعلكم تتقون، يعني لعلكم تجعلون بينكم وبين النار وقاية وحاجز. كل الأمم من قبلنا فرض الله عز وجل عليهم الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وبين الله أن الغاية والهدف الأسمى من تشريع هذه العبادة على مدى السنين والعصور تحقيق التقوى. يا رب اجعلنا من المتقين.